في كثير من الأحيان يستعرض الإعلام إيجابيات العمل الحر فقط، وبالتالي تكون الصورة غير مكتملة، ودائما تطلع لنا قصص النجاح بمنتهى الكمال والمثالية وبدون خسائر أو أخطاء، ويعتقدون أن تناولها من جانب الإيجابي راح يحفز الناس في أنهم يبدون مشاريعهم الخاصة، وهالشيء غير صحيح، لأن ما راح تعرف معنى النجاح إلا بعد عدة مرات من الفشل، وما راح تحس بقيمة الربح بدون ما تذوق طعم الخسارة. ولأن ما في نجاح مطلق وخصوصا في الشركات، اليوم راح نقدم لكم أسلوب آش موريا، مؤلف كتاب أسلوب اللين لتشغيل المشاريع الناشئة، واللي يقصد فيه الأسلوب السهل في بناء الشركات الريادية ضمن خطط محددة ومضبوطة. طيب السؤال الحين، كيف نقدر نطبقه؟ الكتاب قدم أدوات فعالة ونماذج مختلفة للأعمال الريادية، بالإضافة إلى مؤشرات الملائمة في السوق للمنتج ومدى قدرته على الاستمرار. يقول آش موريا أن الاستمرار في وضع الخطط هي اللي تساهم في نجاح الشركات، وركز على سرعة اختبار نتائج ردة فعل العملاء طوال فترة تطوير المنتج، وهالأسلوب يساعد رائد الأعمال في التركيز على الأمور الصحيحة وتجاهل الأمور اللي ما هي مهمة. ذكر المؤلف في كتابه بعض الخطوات الأولية اللي تساعد رواد الأعمال لبدء مشاريعهم، مثل كتابة فرضيات نموذج العمل ومشاركتها مع الشخص المناسب، تحديد المشكلة والسعي عشان نلقى لها حل، والقدرة على تحديد السعر وحجم السوق ومن العميل اللي يحتاج منتجك، مع فهم طبيعة العملاء وإنشاء حلقة وصل سهلة بينك وبينهم. ومتى ما أنهيت هالخطوات راح تقدر تنطلق بشكل صحيح بالتطوير والتصميم والتسويق، وتبدأ بإنشاء منصة تعرض فيها مشروعك وتتعرف على مسار تحويل منتجك. وعشان تعرف هل أنت مستعد فعلاً للتدشين، تحتاج تراجع نتائج استخدام منتجك باستمرار، وتبدأ بحل أهم المشكلات دون تجاهل أصغرها، وتعمل على تحسين جودة الخدمات بشكل مستمر، وتراجع الصفحة الخاصة بمشروعك، وهالشيء راح يقلل من الأخطاء. وبمجرد فهمك لكل خطوات أسلوب اللين راح يسهل عليك أنك تبدأ مشروعك وتكون مستعد للبيع. تحتاج معلومات أكثر عن كتاب أسلوب اللين لتشغيل المشاريع الناشئة وغيرها من كتب ريادة الأعمال؟ كل اللي عليك زيارة الرابط التالي.